كاردياك ماسل هي نوع من العضلات ما بتكونش موجودة غير في جدار القلب بس، علشان كده بيطلق عليها اسم كاردياك ماسل. العضلات دي بتنقبض بشكل مستمر علشان تضخ الدم لجميع أنحاء الجسم. جدار القلب بيتكون من 3 طبقات. الطبقة الرفيعة بيكون اسمها إبيكارديوم أو فيسرال بريكارديوم، ودي اللي بتكون الجزء الخارجي من جدار القلب وبتخلي القلب ملتصق بالبريكارديوم. والبريكارديوم عبارة عن كيس محاط بالقلب بيحميه من الاحتكاك أثناء انقباضه. تحت الإبيكارديوم بتتواجد العضلة الأكبر والأضخم وهي الميوكارديوم، ودي العضلة المسؤولة عن انقباض القلب وعملية ضخ الدم بشكل مستمر، لأنها بتحتوي على أنسجة مخططة بتنقبض بشكل لا إرادي استجابة لجهاز التوصيل الخاص بالقلب اللي هو Heart Conducting System. تحت الميوكارديوم بتتواجد الطبقة الثالثة والأخيرة وهي الإندوكارديوم، والإندوكارديوم بتبطن القلب من الداخل وبتكون متصلة بالخلايا المبطنة للأوعية الدموية المتصلة مباشرة بالقلب. الثلاث طبقات المكونين لجدار القلب بيشاركوا في عملية الانقباض والانبساط أثناء نبض القلب.